بيان. تعرض الرئيس محمد بن عبد العزيز في مؤتمره الصحفي الأخير للنيل من أحزاب سياسية وشخصيات وطنية، حيث وصفهم بعبارات غير لائقة وتهديدات مرفوضة وافتراءات لا تخدم أمن البلاد واستقرارها، بل تضر بسمعتها ونموها ضررا بالغا ومجانيا. فمما يعلمه القاصي والداني أن الأحزاب المكونة لتحالف المعارضة الديمقراطية، ومن بينها حزب تواصل، أحزاب مسؤولة تضع في مقدمة اهتماماتها العناية بالأمن البلدي واستقراره، ولم تقبل هذه الأحزاب أبدا الانشرار إلى دائرة العنف رغم الاستفزازات المتكررة التي تعرضت لها. وقد برهن حزب التواصل بشكل خاص على منهجه السلمي ورؤيته الديمقراطية في أكثر من مناسبة، وشهد شركاء البلاد التنمويون بمكانة هذا الحزب بوصفه ركنا مكينا من أركان الديمقراطية الموريتانية، وشهدوا للقائمين عليه بالمسؤولية والمسالمة والبعد عن العنف والإرهاب قولا وفعلا. وسبق للرئيس محمد بن عبد العزيز أن أقر لهم بذلك على رؤوس الأشهاد. فما الذي اكتشفه اليوم في هذا الحزب أو غيره مما لم يكن يعرفه؟ نعلم جميعا ويعلم الرئيس محمد بن عبد العزيز أنه نظم انتخابات لم تتوفر فيها شروط التنافس النزيه، فقد نظمها من جانب واحد بإشراف لجنة لم تتح المشاركة فيها إلا للأحزاب المقربة منه، ولم يقتصر في حملته على استخدام أموال الدولة ووسائلها وهيبتها في حملة خاصة بحزبه الاتحاد من أجل الجمهورية، حيث اعترف في مؤتمره الذي ختم به الحملة أنه كان يقوم بها بوصفه رئيسا للجمهورية ويستخدم طائرة الدولة وميزانيتها للدعاية لحزبه. لم يقتصر الرئيس محمد بن عبد العزيز على كل ذلك، بل أضاف إليه استخدام سلاح تلفيق التهم وتسخير القضاء لاعتقال خصومه ومنعهم من شرح برنامجهم لناخبيهم، كما فعل مع النائب والمرشح السابق للرئاسيات برام الداه العبيد، أو لمنعهم من الترشح كما فعل مع السيناتور محمد والغد. وقد أظهر الرئيس محمد بن عبد العزيز في مؤتمره الصحفي الأخير أنه مستمر في هذه السياسة القائمة على تلفيق التهم الباطلة للخصوم، توخيا لأهداف مشبوهة يخشى من تأثيراتها السلبية بالنسبة لأمن البلد واستقراره. ومهما يكن من أمر، فإن تحالف المعارضة الديمقراطية يؤكد على ما يلي: 1. إدانته القوية لسياسة التهديد وتلفيق التهم الباطلة ضد الخصوم السياسيين. 2. تأكيده على وحدة تحالف المعارضة ووقوفه صفا واحدا ضد التهديدات الموجهة لحزب التواصل. فالمعارضة جسم سياسي واحد، ولا مجال للاستفراد بطرف منها دون غيره. 3. تنديده باستمرار الاعتقال الظالم الذي يتعرض له السيد برام الداه العبيد. 4. رفضه لاستمرار التحجير على حريات القادة والناشطين السياسيين من الشيوخ والنقابيين والصحفيين والإغلاق التعسفي لمعهد تكوين العلماء. 5. تحذيره للجميع من مخاطر التصعيد وتهديد أمن البلاد واستقرارها، لا لشيء إلا من أجل خلق جو مشحون يضع مستقبل البلاد في مهب الريح. 6. تحذيره من العبث بدستور البلاد من أجل مأمورية ثالثة خدمة لنزوات وطموحات شخصية غير مشروعة. 7. يؤكد أن الطريق الوحيد الضامن لاستقرار البلد وخدمته يمر حتما بالتوجه إلى انتخابات توافقية تضمن التناوب السلمي والانتقال السلس للسلطة بين رئيس منتخب يعترف الجميع بفوزه ورئيس منصرف تصان كرامته واحترامه. نواكشوط بتاريخ 25/9/2018، تحالف المعارضة الديمقراطية.